إلى صحيفة تلغراف البريطانية والشأن في الشأن المتعلق بتركيا أيضا، حيث قال الصحفي البريطاني والمحرر في الشؤون العسكرية كون كوفلين أنه حان الوقت لطرد تركيا من حلف الناتو، مضيفا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أظهر نفسه أنه مناور بارع في تعامله مع الغرب. كوفلين أضاف في مقال له بصحيفة تلغراف البريطانية أنه حينما كانت أولوية أوروبا مواجهة الإرهاب وجماعاته مثل تنظيمي القاعدة وداعش، استمر أردوغان في دعم جماعات الإسلاميين كالإخوان المسلمين. لفتت الصحيفة إلى أن هناك احتمال واضح أن حب أردوغان للجماعات الإسلامية قد يرتد عليه إذا ما خلص المحققون البريطانيون إلى أن منفذي حادث مانشستر أرينا الإرهابي في 2017 جماعات إسلامية تتلقى دعما من تركيا، مضيفا أن صفقة الصواريخ تظهر ازدراء أنقرة التام لحلف الناتو. الصحفي البريطاني في مقاله قال إنه على قادة أوروبا أن يشاركوا نظرائهم الأمريكيين في مواجهة حقيقة أن تركيا في ظل أردوغان قضية خاسرة. واستطرد هذا الكاتب وقال أن علينا أن نعرف أن راحة أردوغان أصبحت في موسكو، وعلينا أن نعرف أين تصب اهتمامات أردوغان وننهي عضويته في الناتو.